اهلا وسهلا بحضراتكم. كنا لسه بنتكلم عن ان هذه المباراه مباراه صعبه جدا، زيها زي مباراه زد، زيها زي طبعا مباراه الزمالك. طبعا فتره صعبه. خلينا نتكلم، نبقى محددين على مباراه انبي بكره ان شاء الله. ماتشين صعبين جدا، ماتش انبي وزد، لان انت لسه كنت في اخر مباراه خسران من البنك الاهلي، فلازم ترجع بفوز عشان ترجع تاني للصداره. مهم جدا الماتشين دول ان شاء الله ان انت تكسبهم. مباراه انبي كمان في الترتيب ده هو الاول، يعني الاتحاد وانبي والمصري هم الاوائل ب 27 نقطه. يعني انبي وفي حاجه كمان يمكن كنت انا وايمن بنتكلم فيها، ان يعني كل الفرق ديت دلوقتي هم عشان يحددوا الفرق اللي هتتاهل لافريقيا السنه الجايه هياخدوا بترتيب الدور الاول. عشان برضو الناس ما ترجعش تقول مش معنى خدوا بترتيب الدور الاول ومش معنى الاهلي لو ومش معنى الاهلي والكلام ده يا جماعه ترتيب الدور الاول ده هيفرق، لان الموسم ده مش هيخلص قبل 1/8 اصلا. يعني الموسم ده مش هيخلص قبل 1/8. يحضرني موقف ان في احدهم قال الموسم كده كده هيخلص قبل 8. حضرني هذا الموقف. لا حضرنا جميعا، حضرنا من زمان بس هم حضرنا على الهواء حضرتك. يعني التصريح الرسمي لحد ده معانا لحد 14/8 ده. فالطبيعي واحنا جايبين برضو البند بتاع اللائحه لو حابين نعرضه، لو الدوري جم يطلبوا الانديه الافريقيه وحتى تصريحات الاستاذ احمد دياب هيضطروا هنمد، لكن لو جه خلاص رسمي هنعتمد ترتيب الدور اهي. دي يا كابتن اسلام، في حاله تحديد الاتحاد الافريقي موعد ارسال انديه قبل انتهاء بطوله الدوري العام يتم اعتماد نتائج مباريات الدور الاول بالكامل، ودي الانديه كلها موافقه عليها عشان ما حدش بعد كده يعترض. ممكن نتكلم في ان الطبيعي ما يبقاش كده، ولكن احنا بقى لنا سنين حتى لما الدوري بيخلص في ميعاده بنلاقي حتى بطل الكاس ما بيروحش الكونفدراليه. صحيح. من اللي ياخد اول اربعه. فبشكل عام انبي المباراه صعبه لان دي جزء منها. انبي النهارده عنده 27 نقطه مع الاتحاد السكندري في فرق اهداف، ولكن انبي النهارده هيسعى ان هو يحقق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي عشان خاطر يحاول يضمن لنفسه في التقسيمه دي انه ممكن يبقى موجود في افريقيا. صحيح. وتبقى نجاح للجهاز الفني الحالي وادارته. النادي الاهلي راجع من مباراه افريقيه ومباراتين عفوا في افريقيا، وفي اصابات، بنتكلم عن حسين الشحات، بنتكلم علي ديانج بعيد بقاله فتره، امام عاشور، بنتكلم في محمد الشناوي لسه بعيد. طبعا اللعيبه اللي موجوده فيها خبرات وقدموا مباريات كويسه، ولكن انت نتكلم في الضغط ده من المباراه تبقى محتاج ان كل لعيبتك تبقى موجوده عشان خاطر يبقى الامور سهله. حتى علي معلول كان خرج المباراه بتاعه سيمبا يعني بيزك كده على رجله، ولكن اطمنا عليه ان الامور بسيطه ان شاء الله. فالنهارده انت داخل على مباريات صعبه، نادي انبي نفسه الفتره دي احنا هنتكلم حتى ممكن عشان نستعرض الارقام واحنا بنتكلم بتاعت نادي انبي هذا الموسم. كابتن اسلام مع الكابتن سيد ياسين هم ماشيين بشكل كويس في الدوري. يعني النهارده موجودين في المركز الثاني عكس ما في فتره ناس كانت بتصور نادي انبي عنده مشاكل. كابتن تامر مصطفى تامر مصطفى لا كان كابتن مدرب البنك الاهلي كابتن طارق مصطفى اعتقد كان برضو استقال، كان معاهم في فتره واستقال، وبعد كابتن تامر مصطفى كان معاهم. فامورهم ما كانتش هم لعبوا 16 ماتش يا كابتن اسلام، كسبوا 8 تعادلوا 3 خسروا. هو طارق عمره ما راح انبي بس ماشي كمل. يبقى تامر، تامر كابتن تامر مصطفى. فريق سجل 19 هدف، استقبل 14، سجلوا اهداف كتير لكن استقبلوا اهداف اكتر، طلعوا بشباك نظيفه 7 مباريات. الاهداف اللي من ركلات جزاء 2 من 3، اهدافهم اللي من منطقه الجزاء سجلوا 15 هدف من 119 محاوله حصلت داخل منطقه الجزاء، وفي اهداف من خارج المنطقه نتكلم في 3، ما بيلعبوش كتير على التصويب من الخارج، معدل الاستحواذ بتاعهم عموما مش كبير، مش فريق بيعتمد على الاستحواذ بشكل كبير، هو 40% يعني بنتكلم قرب ال 40%. ده بشكل عام نظره على ارقام نادي انبي في الدوري. لو برضه نستعرض ابرز لاعبتهم هذا الموسم يا كابتن اسلام، بنتكلم عندهم 5 لعيبه من اكتر اللعيبه اللي لعبت مباريات مع الفريق. يعني احمد امين اوفا طبعا المهاجم سجل 4 هو هداف الفريق طبعا، 4 اهداف وصنع هدف، منهم سجل هدف وصنع امام نادي الزمالك. محمد حمدي طبعا من المواهب الجيده في نادي انبي، 15 مباراه وسجل هدف وصنع هدف، ده لعيب برده من لاعبين الجوكر في نادي انبي، بيلعب في اكتر من مركز. محمد حامد لعيب وسط ملعب برده، لاعب 15 مباراه سجل هدف. احمد كالوشه ده مدافع. طيب. بالمناسبه كابتن اسلام، دول ابرز اللعيبه اللي موجوده في انبي. فوزي هو طريقتهم بشكل عام بيلعبوا تقريبا 3، يعني بيلعبوا 3 مدافعين او 3 مساكين حسب كل مباراه بتختلف، ولكن هم فريق قوي، فريق جيد. نتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نخرج بالانتظار زي ما احمد ثابت كده قال عشان
المسيره بتاعتنا في الدوري ما يبقاش فيها اي اخيرا يا احمد نقاط الضعف والقوه بسرعه. هم بكره هيلعبوا 5-4-1 نسبه كبيره جدا قدام النادي الاهلي في حراسه المرمى. ها ماشي. عبد الرحمن سمير الفرقه كلها تدافع بكره. هم يعني هم عندهم الثلاثه المساكين ورا محمد حامد واحمد كالوش واحمد صبيحه ناحيه اليمين علي فوزي ومحمد حمدي. الباكين كويسين جدا وعندهم سرعات بالذات محمد حمدي ده الباك ليفت ده ممتاز وصاعد. هي ميزه ان انت تلعب خمسه ورا ان الباكين ياخدوا حريتهم بقى في سرد باكين هو بيريح علي فوزي ومحمد حمدي ان هو بيديهم اريحيه هجوميه. الاثنين اللي في وسط الملعب احمد العجوز ومودي ناصر الاثنين اللي تحت راس الحربه رفيق كابو وده لعيب كويس جدا برده فعال على الجون وسريع واحمد نادر حواش لعيب برده من لعيبه المنتخب الاولمبي عنده سرعات وكان بيلعب في منتخب الشباب قدام برده احمد امين اوفا مهاجم بيمتاز بالالتحامات الهوائيه. فماتش صعب مهم جدا استغلال في الفرص التركيز مهم جدا ان انت برده تعمل روتيشن وتدي دوافع جديده لبعض اللعيبه. النهارده انت عندك بيرسي تاو ورضا سليم. بيرسي تاو كان مريح الماتش اللي فات لما يدخل ان شاء الله يأدي بشكل كويس. مع رضا سليم ممكن يبقى عندك واحد زي كريم فؤاد واحد زي احمد عبد القادر واحد زي طاهر. لازم اللعيبه دي برده يبقى ليها فرص وتخش لان انت عندك ماتشات كتير وعندك تتابع ماتشات فلازم تقسيم الماتشات دي اكيد من مارسيل كولر ان انت مهم ان انت تجدد دوافع لبعض اللعيبه. برضو عندك رامي ربيعه في ورا ماشي بحاله كويسه محمد عبد المنعم كريم الدبيس لما يدخل مع علي معلول مهم لان معلول شفناه في الماتش الاخير برضو اتصاب في اخر المباراه يعني فممكن واحد زي كريم الدبيس لما يخش يريحه فده المهم هو المطلوب. لقاء قوي جدا واحنا بما اننا بناخد كل ماتش بماتشه فاللقاء ام ده لقاء قوي جدا وبعديه لقاءين اقوياء جدا لكن احنا في النهايه هنلعب ماتش بماتش ومستر مارسيل كولر من سياسته ان هو كل ماتش بياخده بظروف المباراه بتاعته. يعني كابتن اسلام انا سعدت بوجودي معاك في الاهلي في رمضان خلال شهر رمضان وحقيقي من الحاجات اللي بتضيف للواحد وجوده في الاهلي في رمضان. الاهلي في رمضان برنامج اولا كبرنامج حواري بستمتع بالتواجد مع محللين قناه النادي الاهلي ومعاك كابتن اسلام لكن كبرنامج اكتر اسري انا بعتبر برنامج رمضان ده برنامج جزء من عيله النادي الاهلي ان احنا داخلين بيوت مشجعي النادي الاهلي بحاجه خفيفه كده بيبقى فيها اجزاء بسيطه بالصدفه بيبقى فيه مباريات وبيبقى فيه بطولات صدفه النادي الاهلي يعني القدريه ان دايما في بطولات في شهر رمضان الحمد لله. فكل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. طيب يا عبد الرحمن ربنا يخليك انا اللي شرفت بالتواجد معاك خلال هذه الفتره وشرفت بالتواجد مع جمهور النادي الاهلي خلال الفتره او الشهر السابق. الحقيقه ان شاء الله كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا طبعا بمناسبه نهايه شهر رمضان وبداية عيد الفطر المبارك. إن شاء الله عندنا أجازة إن شاء الله ترجع أو تعود كل برامج قناة النادي الأهلي بداية من يوم الأحد القادم. كل البرامج بقى ترجع من 10 الصبح لغاية البيت الكبير بالليل لكن طبعا مواعيد المباريات زي ما حضراتكم عارفين بيكون متواجد فيها الاستوديو التحليلي مع كابتن أيمن شوقي. أحمد شرفت ونورت شكرا جزيلا. شكرا كابتن إسلام شكرا عبد الرحمن وكل سنة وأنتم طيبين وكل سنة والسادة المشاهدين بخير. أنا خليك أيمن شرفت ونورت شكرا جزيلا. شكرا كابتن إسلام كل سنة وأنتم طيبين شكرا عبد الرحمن وإن شاء الله كده هنرجع بعد الأجازة على ماتش الأهلي والزمالك. كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله نلتقي مع حضراتكم خلال الفترات القادمة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه هي نهاية حلقات الأهلي في رمضان زي ما قلت لحضراتكم بداية من يوم الأحد القادم عودة برامج النادي الأهلي بالكامل إن شاء الله من 10 الصبح للبيت الكبير. أشكركم إن شاء الله أشوفكم على خير.